نيجي لصورة خبيثة. كان أنا بصراحة يعني ماليش في الكورة قوي، بس الصورة الخبيثة اللي نزلوها دي صورة من مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك. شايفين حضراتكم يعني الأهرامات ورا، وهو الغازي ده سادد شوية الرؤية على الأهرامات وباين كده. طبعا الناس اللي موجودة مش حاسة بمعنى المعنى الخبيث ورا الصورة دي، لكن اللي نزل الكلام ده يشكر حقيقي عليه الدكتور حامد عبد الله حامد، تحية ليه. يعني بيقول الصورة، مقدمة الصورة، بيحتلها عليا واحد منهم، وهم الذين ليس في تاريخهم إنجاز واحد غير زيوت سودة أخرجها لهم الغرباء من رمالهم الصفراء. أما أهرامنا العظيمة التي قهرت الفناء فتوارت خلفه ذليلة غارقة في رمال الصحراء. من المسؤول عن تلك الصورة الخبيثة القبيحة؟ رب صورة أخبث من أي كلام. رد عليه حد برضه بصراحة يعني رد كان منطقي وجميل، بيقول له بالعكس، دي صورة واحد قاطع طريق وبيسرق كنوز ومجد أسياده يا دكتور. خلي منظورك إيجابي للصورة وأقول ما تراه وليس ما يروه هم. نستطيع نكتب آلاف الكتب عن تاريخنا، وكل الكل بيتعلم من أمجادنا، والكل بيعمل أفلام عن الحضارة المصرية، ويكفينا فخر إن يدرس علم المصريات في جامعات العالم. ومن يريد أن يتعلم عن تاريخنا يأتي ببعثات من أم من يريد البترول فيحفر في الرمال. يعني اللي عايز يتعلم مننا يجي، ومن يريد البترول يحفر في الرمال. بس السؤال هنا أحبائي، يعني دول اتنين مصريين وبيلعبوا بطولة مصرية، أنا ما بفهمش إيه اللي يوديهم السعودية يلعبوا هناك؟ ها؟